عرفت على مركز ياس من صديقة لي، قالت لي إن هي بتخش في الكورسات وهكي، حبيت نخش فيه وشفت المجالات، لقيت حاجات واجد تفيد الطالب وتفيد أي حد في فترة قراية الجامعة. أنا طبعاً من عائلة متكونة من أم مدرسة وبابا، بابا متوفي يعني من سنتين تقريباً، فمن بعدها بصراحة الحاجة هذه كانت خلتني في فراغ واجد، فحبيت نستغل وقتي في حاجة نتعلم. تمام، قبل التصميم أو قبل قصدي ما أخش في الكورس كنت نقطع، ما كنتش نكمل في الموضوع، فكنت عادي شهر كامل من نشوف إيش حاجة شهر التصميم، لكن من بعد الكورس وأنا عالقة من وقتها وأنا خلاص حبيت الموضوع وتعمقت فيه أكثر، وعرفت إنه هو حاجة مش عادية، يعني مش تصميم عادي وخلاص، لا حاجة مدروسة، وعرفت قيمتها وإنها مستخدمة حرفيا في كل حاجة. الحاجة اللي عرفتها من بعد الكورس فكانت نقطة تحول كبيرة، هي كانت أول شهادة ناخذها، يعني شهادة كان لازم نشتغل بها، فقعدت نقول أنا لو مروح تو وهو قاعد مثلا أكيد حيكون فرحان بي إني درت حاجة زي هذه. وحتى في الفترة اللي فاتت أنا فكرت إني يعني ندير له مثلا مطبوعات حاجات تكون صدقة جارية له حرفيا، وأنا قاعدة نصمم فيهن كنت أسعد وحدة في الدنيا، وبالتالي ندير فين ونقول أنا أكيد أنا الحاجة هذه حتسعده وتفرحه.